خلونا نستمع من سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. السفير أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا دكتور، اهلا بيك. يعني اهلا أنا كنت بحاول أقرأ مع السادة المشاهدين دلالات الزيارة اللي قام بيها الرئيس عبد السيسي إلى أبو ظبي، وهي ليست فقط زيارة دعم ولكنها زيارة للتأكيد على أن الرؤى واحدة والمواقف واحدة. طبعا هي زيارة أساسا مبنية على الخط الاستراتيجي اللي مصر بتتبناه منذ فترة طويلة، عملية الربط الوثيق ما بين يعني أمن الخليج وأمن مصر وأمن مصر وأمن الخليج. فهي بتأتي في هذا الإطار الاستراتيجي بدون يعني بشكل تلقائي، وكان ضروري فعلا ان السيد الرئيس او فخامه الرئيس ان هو يكون موجود هناك، ودي اعلى درجات التضامن مع دوله شقيقه تعرضت لهجوم غادر ليس له اي مبرر ولاهداف مدنيه حتى كمان. صحيح. فبالتالي انا بشوف ان هذه الخطوه كانت تتسق تماما مع السياسه المصريه ومع الاستراتيجيه المصريه، وهي في اطار يعني تنفيذ هذه الاستراتيجيه وبالسرعه الواجبه. يعني ما احنا ما خدناش وقت يعني طويل حتى تتم الزياره. الزياره تمت في اعقاب الحدث يعني بساعات بسيطه، وبالتالي انا بشوف ان هي بتاتي في هذا الاطار وتؤكد ان مصر فعلا معنيه بهذا الخط الاستراتيجي ومهتمه به، وانه دي رساله للجميع لكل دول الخليج ان مصر بتقف متضامنه تماما في كل الاجراءات اللي ممكن ياخدوها للحفاظ على امنهم، وفي نفس الوقت بترسل رساله للجماعات الارهابيه اللي هي اصبحت الان يعني بتتصرف بالرعونه وبعدم احساس بخطوره ما يفعلوه، وايضا رساله للمجتمع الدولي انه انا الاوان ان يكون في يعني قدر من العمل الحاسم لتحجيم قدرات الارهاب بشكل عام وجماعه الحوثي بشكل خاص، لان طبعا المجتمع الدولي لم يقف الموقف يعني اللازم لردع هذه الجماعه وتهديدها للمملكه العربيه السعوديه والان لدوله الامارات، وطبعا يعني ممكن يكون في تهديد كمان للمعابر المائيه او الممرات المائيه، وده يهدد السلم والامن الدوليين بشكل كبير ويهدد حتى الامن القومي لمصر. صحيح. وبالتالي الرساله متعدده ولها اهداف كثيره، واعتقد ان هي فعلا يعني في اطار استراتيجيه مصريه واضحه للجميع وبيتم تنفيذها عندما تقتضي الظروف. صحيح. اشكرك جدا سياده السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق.